الاربعه. نادي الشمس عنده من اللاعبات الخبرات اللي موجوده فيها ساره الامين، دعاء غباشي، عنده مريم ثروت، عنده فرح رمزي، عنده ساره معوض، عنده لاعبات على اكمل وجه، عنده طبعا لباري من اللباري المتميزات جدا جدا جدا، سواء بيري او نهال. برضو النادي الاهلي عندنا عنده مريم مصطفى احسن ليبرو في افريقيا. شايفين طبعا متوسط الاطوال اللي موجوده في نادي قرطاج، لاعبات مميزات، جايب محترفه ايطاليه ومدير فني ايطالي ومحلل تقني ايطالي. طبعا قدامنا واضح جدا تحيه الحكم الاول وتحيه الحكم الثاني، ثم سوف يبدا اللقاء. لقاء طبعا واضح ان هو مهم جدا 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 بالنسبه لنادي الشمس للوصول الى دور الاربعه. عنده نادي الشمس غيابات عديده عن العام الماضي، عنده ندى معوض وعنده نوره معوض لظروف الدراسه الخارجيه ما قدروش ان هم يتواجدوا في بطوله زي دي. عنده ايضا اصابه نجمتي الفريق ولاعبات مركز ثلاثه، سواء بسنت حازم او ايه خالد. ايه خالد اتصابت في المنتخب في بطوله افريقيا الماضيه، يعني هيقدر ان شاء الله باذن الله الكابتن هيثم رشاد يستعيد قواه بلاعبات اقوياء. عندنا قدامنا لاعبه رقم 17 خلود، لاعبه بتلعب في مركز اربعه بقوه زي ما شايفين بينزل بالتشكيله الاساسيه بتاعته الكابتن هيثم رشاد. عنده فرح رمزي رقم 10 موجوده، نورهان عبد اللطيف وساره الامين ودعاء الغباشي ومريم ثروت وقوه ضاربه. اعتقد ان هو مفيش يعني لا بديل عن الفوز في مباراه زي دي. اللاعبه قدامنا مريم لاعبه كبيره السن في فريق قرطاج، ولكن خبرتها كبيرة فعلا. ما بيقدرش أي مدير فني مع اختلاف تغيير المدير الفني العام السابق عن العام الحالي إن هو يستغنى عنها. عنده لعبة رقم 7 رحمة لازم نشوفها كويس، لعبة متميزة. عنده خلود، عنده عبير، عنده يعني كوكبة من اللاعبات اللي في منتخب تونس. هي رحمة قدامنا لعبة قوية استقبالها وضربها قوي، ودي مريم اللي احنا اتكلمنا عليها لعبة متميزة جدا كبيرة السن، ولكن خبرتها في الملعب بتسمح لها ان هي تبقى متواجدة على طول داخل الملعب قرطاج ومنتخب تونس. ايضا عندنا ايضا نادي الشمس عنده لاعبات في منتخب مصر، يعني دعاء الغباشي، مريم ثروت، سارة الامين اللي قدامنا دي لاعبة متميزة جدا، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله بإذن الله، ويبقى بداية خير لنادي الشمس للوصول إلى دور الأربعة إن شاء الله بإذن الله. الإرسال مع دعاء الغباشي لاعبة مركز أربعة في نادي الشمس، لاعبة متميزة جدا. إرسال مركز خمسة بتستقبله رحمة، بتترفع الكرة وتتشاط. رحمة بتشوط كرة قوية من مركز أربعة ما بين إيد حائط الصد وبتحط الكرة في مركز ستة. واضح إن اللاعبة رحمة واضح جدا بتاخد الكرة مشدودة وتقدر تحطها لا إما في الخط لا إما في الزاوية. إرسال قوي، استقبال من سارة، كرة بتشوطها فرح رمزي جميلة جدا من مركز اتنين في مركز ستة. برافو يا فرح. كرة جميلة بتنزل في نص الملعب، سارة معوض، ارسال قوي، استقبال من خلود ورفع، وكرة بتتشاط قوية من المحترفة الايطالية، واضح جدا ان هي طويلة
طولت البنيان وبتشوت كرة قوية جدا من مركز ثلاثة في مركز واحد. إرسال قوي. سارة الأمين وكرة بتشوطها ولكن بتيجي في العصا الهوائية من فرح رمزي. قدامنا اهو. مريم ارسال قوي، استقبال من ساره، رفع كوره، وساره بتحط الكوره ولكن بتيجي في نت الشبكه. ثلاثه قرطاج، واحد نادي الشمس. اللعبة اربعه قرطاج، واحد نادي الشمس. اللعبه رقم 10 امينه قصيرة وهي معدة الفريق، ترفع كرة قوية بترجع تاني، ودعاء بتحط كرة من مركز ستة خارج الملعب. اهي امينة المفروض يترفع كرة عندها كتير قصيرة وما بتطلعش بلوك عالي. دعاء بتستقبل وكرة سريعة بتتشاط من نورهان، بتطلع ديفنس وكرة أقوى وأجمل من خلود، الكرة بتترفع ودعاء بتحط كرة قوية، والمحترفة حائط صد قوي جدا من قرطاج. ستيفانيا عملت حائط صد قوي وهناك صفارة حكم. ستيفانيا لعيبة واضح ان هي طويلة و تايم اوت كان واخده الكابتن هيثم رشاد علشان يهدي ضغط فريق قرطاج من ارسالات قوية، وانا شايف التوجيهات واضحة جدا. كابتن نهاد شحاتة وهيثم، والناحية التانية برضو شايف المدير الفني الإيطالي لنادي قرطاج بيحاول إن هو يلم فريقه عشان يفضل الضغط ده متواجد على طول. قدامنا اهو كورة، قلت لكم إن هي لعيبة طويلة وقوية وبتروح كويس في حائط الصد. هي الاهي المفروض الكرة توصل على الشبكة علشان سارة تقدر تحط الكرة بقوة عند المعدة، وكرة استقبال خاطئ بيجي على نت الشبكة، بتطلع ستيفاني بتحط كرة قوية، واضح جدا ان هي طويلة وبلوكها وضربها كويس. ارسال مريم، استقبال ورفعه كويسه، بتشاط من فرح رمزي بخبره كده في ايد حائط الصد وخارج الملعب، في ايد رحمه وخارج الملعب. 2-7 فرح رمزي على ارسال، ارسال قوي، خلود بتستقبل وكره بتترفع، ستيفاني بتحط الكوره واللج كده ولكن خارج الملعب بثقة زايدة. اهي بيري طبعا متميزة، ليبرو الفريق راح ورا الكورة بتتابعها متابعة جيدة جدا. ارسال خارج الملعب. 8 نادي قرطاج التونسي، 3 نادي الشمس. شايفين طبعا المباراة مش محتاجة لضياع لإرسال أو لخطأ شخصي أيا كان. فرقة قوية بتضغط، عندها 2 مستقبلين جيدين جدا، رحمة وخلود رقم 17 ورقم 7، عندها طبعا سنترين أطولهم جيدة. وعندها الخبرة في مريم بريك
كابتن فريق نادي قرطاج، ايضا نادي الشمس عنده خبره، فرح رمزي كابتن الفرقه وساره ودعاء. خلود طلعت على الشبكه ورحمه هتلعب الارسال. واقفه مقفله الشبكه. ستيفانيو استقبال ورفعه، كره بتشاط من دعاء من مركز سته، ورحمه بتسقط كره من مركز سته خلف حائط الصد، محتاجه فوتورك كده من اللاعبه اللي واقفه في مركز واحد عشان الكره تطلع. اهي فرح راح مع الارسال، ارسال قوي، ارسال قوي، حطها عمودي من مركز واحد في مركز خمسه، بيجي في نقطه مباشره وما توقعتلوش دعاء ان الكره تيجي داخل الملعب. دي ساره عفوا. رحمه نفس الارسال، استقبال من ساره، كره بتترفع، ساره بتحط كره برست ايديها جيده جدا من اربعه في واحد، بترجع تاني الكوره، ورحمه بتحط كره من سته، وبليس من ساره، مريم بتجيب الكره بسهوله، وخلود بتشوط كره قويه في ايد مريم ثروت من مركز اربعه في مركز واحد، بتيجي في ايديها وخارج الملعب. 11 قرطاج التونسي، 3 نادي الشمس. رحمه ارسالها قوي، دعاء بتستقبل، ومريم ثروت عايزه تعمل بليس، مش قادره تستوعب ان السنتر ستيفاني طويله جدا على الشبكه، ما تعديش منها كره زي دي. راح مع الارسال، استقبال من دعاء، بتيجي الكره سهله، وكره بتتشد قويه ولكن خلود بتحطها خارج الملعب. ساره لامين استقبال ورفع كره واللج قويه جدا، بتشوطها ستيفاني في ايد دعاء غوباشي وخارج الملعب، واللج بتتحط كوره سريعه ماشيه على العصا الهوائيه، بتشوطها في ايد حائط الصد وخارج الملعب. ستيفاني على الارسال، ارسالها قوي في المنطقه الخلفيه من الملعب، ومريم صممت ان هي تحط كوره بليس، وحطت كوره بليس جميله جدا من سنتر بلوك قرطاج. 5-13، ارسال قوي، استقبال من خلود، وكره واللج قويه بتتشاط من مركز اتنين في مركز اتنين. سنتر ساره ما لحقتش الكره من سرعتها، ارسال قوي، استقبال ساره، وكره بتترفع، ودعاء بتحط كره سهله جدا، ترجع تاني، ومريم بتشوط كره برست ايديها، كره بترجع تاني، وكره سريعه قويه. هيبتدي يلعب من نص الملعب، لازم يبقى في حائط صد قوي، علشان لو لعب من نص الملعب كتير مش هنعرف نواجهه. 15-5. الكابتن اسامه ابو زينه، اتفضل. اهلا بكم مستمعينا، وشكرا للكابتن هيثم من جديد. وشوط اول انتهى بنتيجه 25-8 لصالح نادي قرطاج على نادي الشمس. مشاهدينا، لو احنا شايفين قدامنا فريق قرطاج يعني بيهاجم بقوه
وقدر يحدث تغيير في صفوف نادي الشمس، اللاعبة عالية هلال واللاعبة هانيا قدروا ان هم يتواجدوا داخل الملعب. قدامنا واضح جدا سارة بتشوط كورة قوية جدا. ثلاثة نادي الشمس، أربعة نادي قرطاج، استقبال وكورة خارج الملعب من إرسال. اتكلمنا عن أخطاء الشخصية مهمة جدا 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 إن احنا نقللها. رحمة على الإرسال، قرطاج استقبال، كرة بتترفع وعالية بتشوط كرة قوية ودفنس ولا أجمل ولا أروع، وأجرى المدير الفني لنادي الشمس تغيير بثلاث لاعبات من نادر بلعبها من منتصف الملعب، وهانيا و عالية. استقبال بيرجع طبعا، المعدة بترجعه، وكورة بتتشط من خلوط قوية جدا في إطحاط الصد وخارج الملعب من نادر، ما كانتش سنتر بلوك أو بتلعب في مركز ثلاثة الفترة اللي فاتت، ولكن لاحتياجها الكابتن هيثم دفع بيها. إرسال قوي من رحمة، استقبال من سارة وعالية بتشوط كورة قوية، وكورة ابتدى اهو عرفوا ان منا ما بتلعبش تلاتة في مركز تلاتة، فستيفاني بتشوط كورة في ايديها وبتنزل في الملعب. شوفوا الثلاث نقط اللي فاتوا دولت كانوا مهمين جدا، كان 4-3 بقى 4 نقط لنقطة واحدة فقط. طبعا الفرق الكبيرة بيبقى عندها ضغط من لاعبيها علشان تقدر المستوى يبقى ثابت. عالية هلال لاعبة متميزة جدا، طويلة صغيرة السن، طبعا تجربة الكابتن هيثم في الدفع بلاعبات صغار السن دي تجربة إيجابية جدا. ده فريق الأنابيب بيرجع تاني، نهال جمال ليبرو الفريق، رحمة على الإرسال، لعبة متميزة، رحمة إرسالها قوي خارج الملعب، خارج الملعب. نحاول نضغط بقى كده، عالية هلال إرسال قوي، استقبال، معدة بترفع وخلود بتشوط كورة قوية بترجع تاني، وسارة بتعديها سهلة كده، وكورة يعني واللج قصيرة، ستيفاني بتشوطها في الشبكة. لعبة طويلة محتاجة الكورة عالية. اللعبة أمينة طبعا وطت الكرة، إرسال بينزل، برافو يا عالية، ورحمة بتعدي كرة جميلة، وكرة سارة بتسقطها بتجيبها رحمة، وخلود بشوت كرة قوية جدا من مركز 4 في مركز 5 بتيجي في إيد بيري وخارج الشبكة. أهي خارج الشبكة وخارج الملعب، بتيجي في إيد بيري، إرسال قوي، 9-6 لفريق قرطاج. كرة بتترفع وكرة قوية بتتشاط
من سارة، وكرة أقوى من خلود بتتحط من مركز أربعة في مركز أربعة في إيد سارة وخارج الملعب. النتيجة إرسال قوي، استقبال، وكرة بتتحط من دعاء وبترجع تاني من مريم ولكن خارج الماء. برافو عليكي. إرسال قوي من سارة والمعدة أمينة بتبلس كورة بترجع تاني وشوطة قوية. برافو يا دعاء. ثمانية، استقبال ورفعة وكرة بتتحط من خلود بتطلع تاني عالية، ودعاء بتشوط كرة قوية ولكن حاط الصد قوي من خلود. النتيجة 10-8 لنادي قرطاج. إرسال قوي وكرة بتتشاط قوية، دعاء، وبتنزل في الملعب. برافو يا دعاء. منا نادي على الإرسال، إرسال قوي، استقبال وكرة بتتشاط قوية سريعة وبترجع تاني، و متميزات لاعبات قرطاج من نصف الملعب، واضح جدا ان هم على درجة عالية من الضرب وحائط الصد. ارسال قوي، استقبال وبترجع كرة سهلة بتترفع، وماريم بريك بتحط كرة برست ايديها الشمال بتنزل في مركز خمسة ورا نهال خلود. إرسال وبترجع تاني الكورة، مفيش هجمة منظمة، مفيش استقبال جيد، أهي الكورة بتتشاط قوية في إيد حائط الصد دعاء الغباشي، وقفلة عليها الزاوية بشكل جيد. هانيا خالد، إرسال قوي، استقبال من خلود، ورحمة بتشوط كرة قوية ما بين إيد حائط الصد وبتنزل في نص الملعب ما تتعملش فيها حاجة. وبيقول الحكم ان اللاعبة في خطأ في فريق قرطاج. دعاء الغباشي، ارسال قوي واستقبال من رحمة، كرة بتترفع وبترجع تاني وبتتحط قوية من اربعة في خمسة، وكرة بترجع تاني وعالية بتحط الكرة بثقة، ومريم بتشوط كرة قوية بتطلع تاني، ونورهان بتعدي الكرة وبتخلص الكرة رحمة، ولكن بترجع تاني بتفنس جيد جدا، و ثقة من لاعبات نادي الشمس. نورهان عبد اللطيف بترجع الكورة كده هي وعالية، وعالية بتحطها برست ايديها ما يتعملش فيها حاجة. برافو يا عالية. ارسال قوي من دعاء خارج الملعب.
رسالتنا مهم جدا ان هي تبقى مركزة وما يبقاش فيها اخطاء شخصية. مريم بريك ارسال قوي سارة، الكرة بتترفع مزنوقة بترجع تاني الكرة، ودعاء بتعدي الكرة سهلة بتترفع، وفي عدم نظام من الملعبين، وكرة قوية بتحطها وبترجع تاني، وحاط صد جيد جدا من عليا هلال ونورهان. كان لازم عليا تلعب في الشوط الاولاني، لعيبة طويلة وبلوكها جيد. نورهان في تغييرة، بتنزل سارة معوض مكان منى نادر. ارسال قوي استقبال من خلود، رفع من امينه وكره قويه بتحطها على المحترفه ستيفاني في ايد ساره، و بتبقى 16 وثاني تكنيكال تايم اوت، 16 نادي قرطاج 13 نادي الشمس. عارفين طبعا عند النقطه 8 والنقطه 16 بيبقى فيه تكنيكال تايم اوت، سواء الاول عند النقطة 8 أو الثاني عند النقطة 16. شايفين الشوط ده أحسن شوية، بنزول لاعبات صغار السن زي هانيا خالد وعليا هلال، قدروا يوقفوا شوية الهجوم الضاغط من لاعبات قرطاج. عليا حاطة الصد جيد وطويلة، ف قفله شويه الملعب فحاط الصد. شايف المحلل التقني بيبلغ لاعبات قرطاج اكيد على احصائيات، العلم طبعا تقدم جدا في الكره الطائره كلها احصائيات. تمام، واقفين في انتظار الارسال من رحمه. ارسال قوي استقبال من ساره، رفع من هانيا وكره بتحطها من فوق راسها، هانيا بتشوطها بقوه عليا هلال لا تصد ولا ترد. برافو عليك يا عليا، اهي لعيبه متميزه واخده ثقه وبتلعب بشكل جيد. برافو يا عليا. ارسال قوي استقبال، بترجع الكوره مريم بتعدي الكوره برست الايد وبترجع تاني وبتترفع، وساره الامين بتحط كوره على الخط برست ايديها متميزه فيها من فوق معده الفريق. قلت لكم امينه من المعدات اللي ما عندهمش جامب عالي، ممكن يتضرب من عندها. عالية ارسال قوي الكرة بتترفع واستيفاني، ورجعوا تاني الكرة اول ما بتتظبط، الحل الوحيد السريع. وخلود بتحط كرة وبترجع تاني الكرة بديفنس، ورفعة وكرة قوية بتشوطها سارة الامين، وتعادل 16-16. ده اللي احنا اتكلمنا فيه. هانيا بتلعب على المعدة القصيرة اللي موجودة في قرطاج، بتزق الكورة كويس عندها وبتلعب بعليا هلال بشكل جيد. مريم بريك كابتن فرقة رقم 16 بتكلم الحكم الأول إن الكورة لمست الأرض، ولكن في اتنين حكام، وشايف كده استنفار من المدير الفني الايطالي لفريق قرطاج على كوره في لاين زمان، وفي حكم اول وحكم تاني. كوره بتترفع وخلود بتشوط كوره قويه
من 4 في 4 بتيجي في ايد الديفنس ساره الامين وخارج الملعب. 17 قرطاج 16 نادي الشمس. ستيفاني على الارسال، ارسالها قوي، لعبه بتستقبل، كره بتترفع خلفي وبتتشاط جميله جدا من عاليه وبترجع تاني، الكوره بتجيبها ودعاء بتحط كوره من 6 جميله جدا في ايد حائط الصد وخارج الملعب. بصراحه هانيا يعني خالد بتلعب بالخلف كويس وباللاعبات الاماميات برضو بتشغلهم كويس، وكره قويه سريعه ولكن حائط صد ابتدى يظبط، وكره بتتحط من خلود في 1 وبترجع تاني، وكره من 6 بتشاط عاليه بتجيب ديفنس جيد جدا، ودعاء بتشوت كره ورالي 3 أو 4 كور بينتهي بحائط صد هانيا وساره معوض من اللاعبه خلود اهي. شفنا طبعا في ادام الشمس 18 وقرطاج 17، ده معناه ان الشمس كان نازل قلقان من اول شوط بيتلعب بقلق شديد، ودعاء بتشوت كوره قويه جدا من عند المعده امينه في مركز 1 مفتاح لعب لا بديل عنه. معده قصيره لازم نشتغل على كده. طبعا 19 الشمس 17 قرطاج، المدير الفني الايطالي لفريق قرطاج اجرى تايم اوت، مش عايز طبعا النقط تعدي منه كده بسهوله. شايف التوجيهات، جهاز المعاون والجهاز الفني للاعبات الشمس، شايف الجمهور موجود بصراحة بشكل جميل جدا داخل الصالة المغطاة بالنادي الأهلي، وطبعا دعوة الكابتن محمود الخطيب كانت لضبط النفس ورجوع جمهور الأهلي إلى مبادئه التي تعودنا عليها منذ الصغر. وإرسال بيجي بكرة جيدة جدا بعد التايم أوت، 20 نادي الشمس 17 نادي قرطاج، وكرة مشتركة جيدة، و ليبرو الفريق بتحاول ان هي تحفز لاعبيها قرطاج، ولكن شايف الشمس ماشي بشكل جيد جدا، وكره واللج وحائط صد جيد من دعاء الغباشي مما لا شك فيه، يعني تركيز بيدي اسبقيه للفوز بشكل غير طبيعي. ابتدى طبعا باين على ملامح رحمة ومريم ان هما مركزين قوي، مش عاجبهم النتيجة طبعا، فايزين اول شوط 25-8 فاكرين الموضوع هيبقى سهل، ولكن نادي الشمس عنده مقومات ان هو يقدر يضغط على نادي قرطاج من خلال لاعبات متميزات لعبوا قدامهم النسخة الماضية وكانت النتيجة 3-2. سارة الامين وارسال من اعلى قوي، استقبال من رحمة بعيد، وشايف ممكن يجري المدير الفني لنادي قرطاج تغيير، لازم هيطلع خلود تاني استقبال، وكرة
بتترفع بتتشاط وحد صد قوي من ساره معوض وهانيا، وكوره دي حوالي رابع او خامس كوره من خلود. يعني فعلا شوط رائع من لاعبات صغار السن ومتميزات بالنسبه لنادي الشمس. كوره بليس وكوره بترجع تاني وبتحطها دعاء وبتترفع، وخلود بتحب الكور دي اللي هي بتبقى مشدوده قوي عشان حائط الصد يجي معاها وتحطها بريست ايديها من 4 في 4 واضحه جدا. بصوا اهي، لازم لاعبتنا ما يطلعوش بره، يستنوها هي ترجع لهم بالكوره. ارسال قوي امينه، وهانيا بترفع كوره جيده، ودعاء بتحط كوره في ايد حائط الصد. طبعا امينه رجعت ورا بتلعب ارسال، فمريم هتبقى متواجده على الشبكه اهي قافله الملعب مريم. وتايم اوت بيجريه المدير الفني لنادي الشمس الكابتن هيثم رشاد. 19 نادي قرطاج، 23 نادي الشمس، في مباراه رائعه، شوط رائع لنادي الشمس. نتمنى ان هو يكمل كده، نقطتين نقدر ان احنا ناخدهم علشان يبقى 1-1 في الاشواط، ونبتدي ندور على الشوط الجاي باذن الله. نهاد شحاته رئيس الجهاز، وهيثم رشاد المدير الفني. أمينة على الإرسال، إرسال قوي، استقبال بالكرة بتعدي يا سارة، ده مش وقته، وكرة بتترفع سريعة بتتسقط خلف حائط الصد، مفيش كفر عليها ولا حد يدور عليها، يعني بعيدة. هانيا كانت المفروض تركز، بس عذرها إن هي صغيرة ومباراة كبيرة عليها. ارسال قوي، استقبال من سارة ورفع ودعاء، بتحط كرة جميلة جدا من 4 في 4 من جنب ايد حائط الصد، ونقطة وتفصلنا عن الشوط. طبعا السنة اللي فاتت كان موجود في بطولة افريقيا بيلعب مع الشمس المخضرمة يسرى عبد الكريم. ارسال قوي من سارة، استقبال وكرة جايه ما بين خلود ورحمه، وينتهي الشوط الثاني 25-20 لصالح نادي الشمس. باين جدا اداء اللاعبات، في ثقه واضحه، ابتدى يبقى شكل الملعب متغير خالص بنزول عالية وهانيا وببعض التغييرات. ده ما بيقللش طبعا، شايفين بيشوف النسب المدير الفني الايطالي للاعبات، وبيشوف اماكن ضرب الفريق نادي الشمس، وبيحاول ان هو يعمل خطة علشان يقدر النسح اللي موجود ده والضغط اللي موجود ده بالنسبة لنادي الشمس يقدر يوقفه. طبعا واضح جدا الشوط الثاني الاستقبالات بتاعت نادي قرطاج استقبالات سيئة، مش قادر يلعب بالسنترتين من نص الملعب زي ما ورانا في الشوط الاول، كان ضاغط بشكل جيد جدا من نص الملعب. ده علشان نادي الشمس ابتدى يضغط بالارسال، وابتدى يبقى عنده اسلوب وطريقة لعب.
طبعا كان في اريحيه شديده جدا في الشوط الاول بالنسبه لفريق طرطاج. الوضع اختلف دلوقتي تماما. جمهور النادي الاهلي والمنظمين قائمين على التنظيم. بطولة طبعا ناجحة بكل المقاييس. قدامنا هجمات، طبعا الأخطاء دي لازم يتلافاها فريق نادي الشمس. ثبت التشكيل المدير الفني لنادي الشمس هيثم رشاد، بيلعب بعالية وهانيا. قدامنا هي هانيا على الإرسال، هانيا خالد، بيبقى فيه كده زي دقيقتين بيحاول الحكم التاني يشوف البوزيشن، طريقة الوقفة بتاعة اللعيبة داخل الملعب مظبوطة ولا لا، وبعد كده بيأذن الحكم الأول ببدء الشوط التالت. شوط تالت إن شاء الله بإرسال قوي من هانيا وكرة سريعة بترجع تاني، وعليا بتحط الكرة كده في ستة، وكرة بتتشاط بقوة بتيجي في نت الشبكة وبتنزل داخل الملعب من 4 في 4. واحد قرطاج لشيء الشمس. استقبال سارة ودعاء بتحط كرة بليس ترجع تاني وكرة من أمينة مش ظابطة معاها الكور دي. ارسال قوي دعاء، استقبال وكرة بترجع من ديفنس جيد من هانيا، وكرة بتتشاط من عالية بترجع تاني وبتترفع، كرة بتتحط بريست الايد جميلة جدا من عالية هلال في نص الملعب. برافو يا عالية. 2 الشمس 1 قرطاج. ارسال قوي من الشمس، استقبال وكرة بتترفع سيئة زي ما قلت لكم. واضح أمينة معدة فريق قرطاج مش ظابطة خالص مع لاعبات قرطاج. بصوا الكرة لما بترفع كرة مظبوطة ستيفاني بتخش بقوة، يعني ولا بلوك ولا ديفنس، فلازم يتضغط بالارسال من بدايه اللقاء. ارسال قوي، استقبال، الكره بتترفع، وساره كما عودتنا بتحط كره من 4 من فوق ايد امينه في مركز 6. ما تعرفش خلود تعمل لها ديفنس، محطوطه في حته صعبه. 4 الشمس 2 قرطاج. نورهان عبد اللطيف ارسال قوي داخل الملعب، خطأ من رحمه. 5 الشمس 2 قرطاج.
نورهان ارسال قوي، استقبال من رحمه، كره بتترفع وبتتشاط، كره قويه وحائط صد ولا اقوى ولا اروع من كده. عاليه وساره. طبعا الحكم قال ان الكوره متشاله و تايم اوت بيجري المدير الفني لنادي قرطاج. 6-2 لنادي الشمس. شايف طبعا توجهات كل الجهاز الفني لنادي الشمس واضحة جدا على اللاعبين، على لاعباته، يعني بيتكلموا معاهم، كل واحد فيهم بيتكلم علشان اللي شايف حاجة يقولها. وده مدي نجاح حتى الآن في الجهاز واللاعبات. ما استسلموش من الشوط الأول، عندهم طبعا عزيمة. نورهان عبد اللطيف ارسال قوي خارج الملعب. 3-6 الشمس. رحمة طبعا خارج الملعب، رحمة أجريبي خارج الملعب كويس. 7-3 قرطاج. عالية ارسالها مميز، استقبال، كرة بتعدي وبتعدي يعني سهلة، بترجع تاني وكرة بتتشاط قوية من خلود، وكرة أقوى من رحمة من مركز 6 في مركز 5 بنقطة بقوة. 4-7 الشمس. استيفاني على الإرسال، إرسال قوي، استقبال من دعاء، كرة بتترفع، وسارة بتحط كرة من 3-5، بترجع تاني وخلود بتشوت كرة سهلة وكرة متسقطة بتجيبها رحمة، ومريم بتزق الكرة عند المعدة بتيجي سهلة، وكرة المفروض كانت تتشاط دخلوا فيها 2 لعيبة، وكرة قوية من خلود في ايد حائط الصد وخارج الملعب. خمسة قرطاج 7 نادي الشمس. إرسال قوي، ستيفاني، دعاء بتستقبل، كرة قوية، وسارة بتشوت كرة بتطلع ديفينس، وخلود بتشوت كرة قوية خارج الملعب. 8 نادي الشمس 5 نادي قرطاج. ابتدى يضغط على فريق قرطاج وهم يغلطوا. مفيش مشكلة، انما نادي الشمس لازم يقلل اخطائه. شايف طبعا مدير الفني الإيطالي بيوجه اللاعبات، وفي كده حوار ما بين لاعبات الشمس مع بعض، حوار إيجابي علشان
التركيز سارة الأمين استقبال وكوران ليج بتتشاط بتطلع ديفنس كرة بتترفع وكرة قوية بتتشاط من دعاء بتطلع ديفنس ولكن حائط الصد جايب شبكة برافو يا دعاء سارة الأمين استقبال كرة بتترفع وبتتحط كده بليس قدام عالية أمينة على الإرسال 6-9 استقبال ورفعة قوية كرة بتحطها دعاء ولكن حائط الصد اللعبة رقم 3 بتجيبها بإيديها 7-9 الشمس ارسال أمينة خارج الملعب 10 نادي الشمس 7 نادي قرطاج سارة معوض ارسال خارج الملعب خلود على الارسال خلود جناني بتلعب ارسال قوي دعاء بتستقبل الكوره ورفع لنوران عبد لطيف بتحطها في ايد حائط الصد كوره مش مظبوطه محتاجه ان هي تعديها 9-10 الشمس خلود على الارسال وكرة بتترفع لعالية بتحطها من مركز واحد وكرة بتشوطها مريم بريك جميلة جدا من مركز اتنين قدام ليبرو الفريق هي طبعا مريم لعيبة بتلعب بايديها الشمال فزواياها ما بتبقاش محفوظة قوي استقبال كرة بتتشد كويسة وتاني مرة دعاء بتحط كرة بليس يعني انا مش قادر استوعب انا اتشاطت اهي لما حطت الكرة في ايديها في الملعب بدون بليسات قدرت ان الكرة تنزل وتجيب نقطة هاني على الارسال ارسال قوي استقبال كرة رجع اي كلام بترجع في الملعب سارة بتجيبها وكرة بتتشاط قوية وبترجع تاني ودعاء بتشوط كرة بقوتها في ايد حائط الصد ايوه كده وبترجع وكرة قوية في واحد وبتيجي تاني وثلاث مرات كده رالي لغاية لما دعاء بتحط كرة بقوة من 4-6 خلود ما تعرفش تعمل لها حاجة 12 نادي الشمس 10 نادي قرطاج وارسال في الشبكة ملوش اي لازمة ارسال استقبال وكرة بتترفع ودعاء بتشوط كرة قوية من 2-2 برافو عليك يا دعاء دعاء الغباشي 13-11 طبعا المحترفة الإيطالية ما لحقتهاش كرة سريعة وارسال جيد جدا على المستقبلة الأمامية بنقطة دعاء
خلود بتستقبل وكرة بتترفع واستفاني بيشوط كرة قوية وابتدى يبقى فيه أخطاء واضحة جدا. أهي شاطت كرة رجعت مدية ظهرها للشبكة. طبعا كرة جميلة من نادي الشمس ومريم بتحط كرة بليس من فوق حائط الصد في نص الملعب، طويلة وعندها خبرة زي ما قلنا. مريم بريك ارسال قوي خارج الملعب. 16 نادي الشمس، 12 نادي قرطاج، وثاني وقت مستقطع عند النقطة 16. وحتى الآن نادي الشمس في تقدم واضح على نادي قرطاج التونسي. طبعا فريق قرطاج ما كانش متوقع من اداء نادي الشمس ان هو يبقى بالشكل ده. ولاعبات نادي الشمس عندهم اراده وتحدي واضحين جدا عليهم. واضح ان في اخطاء طبعا من خلود وأمينة، ومفيش اي تغيرات ولا اي تغيير في تشكيل فريق قرطاج. نورهان عبد اللطيف ارسال قوي استقبال من خلود ورافعه بتترفع ورحمه بتحط الكره بريست الايد ودعاء بترجعها واستفاني بتشوط الكره من نص الشبكه في نص الملعب. اهو ابتدى ما يبقى الكور كلها هتبقى بريست الايد كده مش متشاطه بقوه. رحمة ارسال استقبال والكرة بتترفع وسارة الامين بتشوط كورة في نت الشبكة بتعدل النتيجة 14 قرطاج 16 نادي الشمس. ارسال من رحمة يعني محدش احسن من حد. 17 نادي الشمس 14 نادي قرطاج. عالية هلال ارسال قوي استقبال اي كلام كده الكرة جاية سهلة يلا بقى وبدون تركيز وشايف انهيار في اداء نادي قرطاج. 18 نادي الشمس 14 نادي قرطاج. الليبرو طبعا مش موفقة واضح جدا. الليبرو فريق نادي قرطاج استقبال لما بيوصل بيتعمل سريع قوي، لما الكرة ما بتوصلش ما بيبقاش فيه لعب. هاني هلال ارسال قوي استقبال من خلود وكرة بتترفع ورحمة بتشوط كرة قوية جدا بحائط صد قوي جدا من سارة معوض وهانيا خالد داخل الملعب. 19
نادي الشمس 14 نادي قرطاج. علي هلال ارسال مميز، استقبال من الليبرو، الكوره بتعدي نت الشبكه ودعاء الغباشي بتحطها بريست ايديها في نص الملعب. برافو يا دعاء. دي ساره الامين عفوا بتحطها واقفه جنب ساره معوض ومركزه في الكور اللي بتيجي دي. برافو يا ساره. عاليه استقبال من الليبرو، الكوره بتترفع بتتشاط قويه من رحمه، بترجع تاني وكوره بتتشاط بقوه ما بين ايد هانيا وفي مركز واحد واضح ايه. 15-20 15 قرطاج. ستيفاني استقبال ليه كده يا دعاء؟ ستاشر قرطاج 20 الشمس. تاني كورة في استقبال طبعا 17 قرطاج 20 الشمس. لازم في النقط بعد العشرين لخمسة وعشرين يبقى في تركيز شديد في الاستقبال ونقلل أخطائنا. كورة محطوطة ما بين سارة الأمين ودعاء غباشي، الأولانية كانت بتاعة دعاء والتانية ما بينهم، هي طبعا مسقطة كورة في نص الملعب بإرسال كده. ستيفاني لعبة عندها مهارات برضو جيدة محترفة، لعبت أكيد في مستوى أعلى بكتير في الدوري الأوروبي. إرسال استقبال من دعاء وكرة تانية بتعدي من دعاء، خلود بتحطها بريست ايديها قوية جدا. هو يعني انا الملاحظ ان دي تالت كورة بتحطها متسقطة وبرضو اللعيبة بتاعتنا مأخرة ورا. حائط صد جاي ودعاء بتحط كرة قوية، مريم بتستقبل وكرة تانية بتتشاط جامدة من خلود من مركز اتنين في مركز ستة وتسعتاشر عشرين. اتكلمت انا في الموضوع ده قبل كده، قلت فرقة قرطاج فرقة مش ضعيفة، فرقة كويسة، لازم نضغط ونقلل اخطائنا. طلعت سارة معوض ونزلت منا نادر، كورة واستقبالة وسارة الأمين بتجيب كورة جميلة جدا من مركز أربعة في مركز واحد الديفنس. مريم بتستقبلها خارج الملعب. سارة ارسال سارة جيد، استقبال ومريم بريك بتحط الكرة بريست ايديها بترجع تاني ودعاء الغباشي حطت كرة من فوق معدة الفريق في نص الملعب جميلة جدا بتنزل محدش يعمل لها حاجة. يلا يا سارة كرة بتترفع وكرة قوية بتتشاط بتيجي في ايد الديفنس عالية وخارج الملعب. خلود شايطة كورة قوية بغل كده. أمينة إرسال قوي، دعاء من تستقبل كورة كويسة ودعاء بتشوط كورة قوية. برافو عليك يا دعاء. من 4 في 4 23-20 منا نادر على الارسال. ارسال منا
وكرة بتسقطها مريم بتيجي بسهولة، ودعاء شاطت في نفس المكان ولكن المرة دي خارج الملعب. 21 قرطاج 23 نادي الشمس. خلود على الارسال، استقبال من ساره، رافعه قويه، ودعاء الغباشي بتشوط كوره قويه من اربعه في خمسه. برافو عليك يا دعاء، ونقطه تفصلنا عن الشوط الثالث. هاني يا خالد، ارسال قوي خارج الملعب. 22 نادي قرطاج 24 نادي الشمس. واعتقد التايم اوت ده اجراه المدير الفني لنادي الشمس علشان يقدر ينهي الشوط الثالث. بيقول طبعا كل واحده هتعمل ايه في الملعب ومهامها ايه وهيدي الكرة لمين لما بتكون في أي اتجاه. قدامنا أعضاء مجلس إدارة نادي الشمس وقرطاج. مثال كرة بتنزل في نص الملعب. يعني احنا لازم نعرف من 15 20 طلعنا 19، اربع نقط جابوهم بسبب الكور اللي بتنزل في نص الملعب دي. خلاص بقى، وكرة تانية في ايد دعاء وخاطئة. 24 24 يعني حطينا نفسنا في مكانة ما كناش عايزين نوصل لغاية كده، كنا عايزين نخلص بالشوط ده كمان. ارسال، استقبال، كورة، ودعاء بتحط كورة سهلة وبتترفع وبتتحط كورة برضو كده وعالية، بتشوط كورة قوية في ايد حائط الصد وخارج الملعب. أصغر لاعبة في فريق نادي الشمس بتحط كرة قوية في إيد ستيفاني ومريم بريك، وفي نقطة صعبة ولم تهاب الموقف. لاعبة رقم 13 نزلت مكان مريم بريك. ارسال قوي خارج الملعب يا دعاء، نقلل اخطائنا في نقط حساسه. استقباله في ارساله كورتين في وقت حساس جدا. سيرينا، ارسال، استقبال خاطئ من نهال. مأخرين قوي وهم ابتدوا يلعبوا ارسال في نص الملعب، بينزل بنقط مباشره. سيرين الكوره، والتاني كوره من بيري يعني، وبينتهي الشوط الثالث 27 قرطاج 25 نادي الشمس. شايف ان الشوط ده هيبقى ليه تأثير سلبي على فريق نادي الشمس، كان متصدر وكان
الثقة ابتدت تروح شوية من ضغط نادي الشمس على نادي قرطاج، ابتدوا يدخلوا كده تاني بشوط محتاج مجهود بقى الشوط الرابع علشان نادي الشمس يقدر يستعيد ثقته. وشايفين كرة عالية يعني محتاجة، كان المفروض يخلص أكتر من 5 نقاط فارق ما بين الشمس وقرطاج، 20-15 و3 إرسالات في نص الملعب بنقط، وإرسالين ضايعين بنقط مباشرة، ودخل نادي قرطاج مع نادي الشمس في الشوط الثالث وقدر ان هو ينهي الشوط 27-25. يلي هذا اللقاء لقاء النادي الاهلي وكاستم النيجيري، مباراة طبعا قوية، الفائز منها ان شاء الله سوف يلاقي الانابيب، واعتقد ان شاء الله باذن الله الانابيب والنادي الاهلي مباراة ان شاء الله تبقى موفقة للنادي الاهلي باذن الله. اما السجون الكيني سوف يلاقي الفائز من هذا اللقاء. مشوار صعب جدا، شايف ان نادي الشمس طريقه ما كانش ممهد، عنده الانابيب في بداية اللقاء، ثم قرطاج، قدامنا وبعض اللاعبات، وده طبعا الفريق الكيني بيحاول ان هو يشاهد الاحداث. خلود على الإرسال، علي هلال ودعاء قدامنا اهو في تركيز، طبعا زعلانين، شوط كان في ايديهم سهل جدا، نتمنى ما يبقاش وادي سارة الأمين ما يبقاش ليه تأثير سلبي، نتمنى ويقدروا يدخلوا تاني زي ما عملوا في الشوط الأولاني 25-8 ورجعوا للمباراة والشوط التاني بنجاح، يقدروا يعملوا كده. خلود على الإرسال، إرسال قوي في الشبكة، أخطاء، أنا شايف أخطاء فريق قرطاج برضو بيغلط أخطاء كتيرة. هانيا، خالد، إرسال قوي، استقبال من خلود وكورة بتترفع وكورة بتشوطها رحمة بقوة بتجيبها سارة تاني، ودعاء بتحاول تسقط كورة، هتصد طبعا ناجح، وعالية بتسقط كورة جميلة بترجع تاني، ورحمة وبيري، وبرضو الملعب ابتدى يقفل كده على اللعيبة، وكرة بتشاط جميلة ورفعة
سيرينا بتعدي كرة بريست ايديها، بيري بتجيبها، وتالت رالي او رابع رالي من كرة بتشوطها عالية هلال في ايد رحمة وخارج الملعب. برافو يا علي. شفنا الشوط التالت جايبة كرة في وقت قاتل. هاني يا خالد استقبال، بتيجي كرة سهلة ونورهان عبد اللطيف بتحطها بريست ايديها في مركز واحد بنقطة. برافو يا نورهان. ثلاثة الشمس لا شيء قرطاج. ارسال قوي، استقبال، الكرة بتترفع ورحمة بتشوط كرة قوية بترجع تاني، وكرة تانية بتترفع بتحطها في ايد حائط الصد المكون من نورهان عبد اللطيف وعليا هلال، وكرة بتنزل في مركز ستة. ملهاش غير الحل ده، واحد قرطاج تلاتة نادي الشمس. ارسال قوي، استقبال، استقبال سارة الامين، ابتدوا يلعبوا ارسالات تكتيكية في مناطق مش في مراكز اهي، يعني ما بين يمين اللعيبة وشمال اللعيبة. الكرة بتتحط سهلة من نورهان عبد اللطيف، والكرة بترجع تاني، والكرة بتتشاط قوية من رحمة، حائط صد جيد، دعاء، وكرة أقوى بتقول إن هي الكرة في الملعب، و واضح إن هي بعيدة قوي عن الملعب. كانت جنبها نهال جمال ليبرو فريق نادي الشمس. دعاء وارسال قوي، استقبال من خلود سيء، وكوره رحمه بتسقطها بتجيبها هانيا، وبيري بترفع كوره، وكوره بتتشاط حلوه من ساره الامين، ورحمه بتحط كوره في ايد حائط الصد عاليه، ونورهان مقفلين الملعب ما شاء الله عليهم ما شاء الله. 5-2. استقبال خلود، اي كلام، كره بتحطها في ايد حائط الصد وخارج الملعب. اتنين قرطاج خمسة نادي الشمس، تلاتة قرطاج خمسة نادي الشمس عفوا. استقبال رفعة، وكرة قوية بتشوطها كده، سارة رجعت تاني تحط الكرة من عند أمينة معدة فريق قرطاج، وستة الشمس تلاتة قرطاج. نوران ارسال جيد، استقبال، كرة بترجع تاني، ورحمة بتشوط كرة، سارة بتجيبها طبعا جميلة، وعليا بتحط الكرة بتعوض الكرة اللي حطتها رحمة في ايديها وعلى بره تعملها فيها دلوقتي. برافو عليك يا عليا اهي. لعيبة بتلعب بايديها الشمال صغيرة السن ولكن متميزة. نورهان عبد اللطيف، الكرة بتترفع والمحترفة بتسقط كرة ورا حائط الصد بنقطة مباشرة. طبعا الحق يقال ان المدير الفني لنادي الشمس السابق الكابتن نور عطية ليه فضل كبير قوي على عليا هلال في انها تبقى بمستواها ده حتى الان. هي وهاني كرة قوية بتشوطها عالية، بتطلع ديفنس، ترجع تاني، كرة قوية بتشوطها خلود في حائط الصد وبترجع، و ديفنس من دعاء ملوش اي لازمة. كانت ممكن تعلي الكرة توقفها في نص الملعب. 5-7.
رحمة قريبي بتلعب ارسال استقبال من سارة وكورة وعالية بتشوط كورة خارج الملعب. ستة قرطاج سبعة الشمس. رحمة استقبال من سارة ودعاء بتعدي كرة من ستة كده وخلود بتحط كرة في نص الملعب بترجع تاني وسارة بتشوت كرة قوية سيرينا بتستقبلها ديفنس جيد وخلود بترجع تاني وكرة بتشوطها قوية خارج الملعب. متفوقة على نفسها ما شاء الله ولكن لسه صغيرة السن. رحمة أجريبي استقبال الكرة بتترفع وسارة بتعط كرة جميلة جدا من فوق أمينة وسيرينا ما تعرفش تعمل معاها أي حاجة كرة صعبة و8 نادي الشمس 7 نادي قرطاج. شايف يعني هانيا وعليا عاملين مباراة رائعة وشايف المدير الفني الإيطالي بيحاول يلملم أوراقه و بيتكلم أكيد في حائط الصد عشان يقفل القوة الهجومية لنادي الشمس. واضح نص الملعب في نادي الشمس مفيش ضرب سريع كتير فيه، هو طبعا معلومة عنده عشان معاه محلل تقني ف مديله أكيد معلومات في اللقاء ولكن استقباله مش قادر يخليه يلعب سريع من نص الملعب بسبب إرسالات الشمس القوية. أهي كرة اتشاطت سريعة قوية من محترفة استيفاني، الكرة وصلت على رأس المعدة دخلت استيفاني بقوة سريعة جدا و ده اللي احنا بنتكلم فيه. ارسال قوي استقبال ضعيف مفيش ضرب سريع. استقبال وكرة بتتحط وسارة بتحط كرة خارج الملعب. طبعا نقط مهمة. 9-4. استيفاني ارسالها طبعا ايوه كده دعاء استقبال صوابع وكوره قويه من ساره وكوره دعاء بتحطها برست ايديها بترجع تاني وكوره قويه بتنزل بليس بتجيبها ساره من رحمه ودعاء بتشوط شوطه قويه استيفاني تفنسها كويس وكوره تانيه وساره كانت متوقعاها كوره من واحد بتعدي الكرة سهلة خارج الملعب. كرة عالية اللي من واحد كرة خطيرة جدا. سارة 9-9 استقبال من خلود وكرة بتتحط بليسنج بس بيري طبعا مش هيتعمل فيها كرة زي دي وكرة قوية بتشوطها خلود بترجع تاني سيرينا نازلة بتطلع كور طبعا ديفنسات وعالية بتطلع ديفنس جميل ودعاء بتشوط كرة أقوى ورحمة بتطلع ديفنس والليبرو وخلود بتحط كرة في إيد حائط الصد وبترجع تاني بتجيبها بتشدها خلود وقوية وحائط صد مركز جدا واللج محطوطة كرة مفيش قدامها غيرها بترجع تاني رحمة وبتسقط كورة جيدة جدا خلود
بعد رالي اربع خمس كور رايحين جايين، وحاط الصد مقفل جيد جدا. ساره معوض وهانيا خالد، 10 قرطاج، امين على الارسال، ارسال قوي، لعبه بتستقبل وكره بتيجي. ساره استقبلت كره مش مظبوطه، بتيجي تاني، الكره بتترفع، ودعاء بتشوت شوطه قويه والديفنس جيد، وبتشوت تاني كره قويه في ايد حائط الصد سيرينا، ونقطه مباشره 10-10. خير؟ في حاجة ولا إيه يا دعاء؟ كان عندها إصابة كده، أعتقد الدكتورة أماني هتحط لها بينج وتقدر إن هي تكمل. إصابة كانت عندها قبل كده. 10-10. مجهود وحمل واضح جدا، كرة ما بتخلصش بسهولة ولا من هنا ولا من هنا، عشان كده بنتكلم الأخطاء ملهاش لازمة. وسيرينا بتحط كرة بريست ايديها في نص الملعب. 11 قرطاج، 10 الشمس. يعني اعتراضات عديدة وخد انذار رحمة أجريبي، متعودة ان هي تتكلم مع الحكم. خلود، ارسال، استقبال، كرة بتيجي، دعاء بتشوف كرة قوية خارج الملعب. شايفين طبعا رحمه بتقول لها ما جاتش في ايديها. لا، في حته كده يعني تنافسيه، فولي الانسات مفيش لاعبه بتحب حد احسن منها. في الرجال ممكن يبقى الامور حد يتكلم على حد كويس، صعب في فولي الانسات. وكره بتتشاط خارج الملعب، بتقول لا دي داخل الملعب، من 4-4 اهي. تلتاشر حداشر، نقطتين فارق ما بين قرطاج والشمس. ابتدت الكرة تيجي بسهولة، وابتدى يبقى فيه سريع قوي، ولكن خارج الملعب، طلع بالشبكة. قلنا الكرة تتحط بقوة، ولكن الكرة واطية عليها، يعني هي اعتقد ان أمينة لو علت لها الكرة شوية، هي فعلا طويلة وقوية ولعيبة متميزة. دعاء، ارسال، استقبال خاطئ من خلود، بتعوض النقطتين الفارق قدامنا واضح جدا. برضو فريق قرطاج بيتضغط عليه. دعاء، وتاني كرة على خلود، وكرة قوية جدا بتشوطها عالية، بتيجي في حائط الصد وبترجع، وسارة بترجع بكرة تانية، وعليا بتشوت كرة جاية فري بول، جاية عليا اهي، بتحطها في مركز خمسة بشكل فوق الجميل. 14-13، كرة بتتبلس، بتطلع تاني، ودعاء بتشوت كرة بيطلع لها دبل بلوك
بنقطة، الكرة قوية، ورحمة شاطت كرة أقوى وبتعدي رحمة، والحكم كان عايز يحسب الكرة على وبتعترض، ده هي اللي معدية، يعني لو في إعادة هنشوفها، هي عدت الشبكة أهي. بص عالية ما عملتش حاجة، هي اللي عدت أهي، عدت وزقت عالية كمان، وبتعترض على إيه؟ كرة بتتشاط من سيرينا، بتطلع ترجع تاني، كرة قوية وبتشوطها، طبعا لازم يبقى في اعتراض على هلال، قافلة الشبكة على رحمة بشكل غير طبيعي، اهو بترمي ايديها في اي وقت، بتاخد الكرة منها، برافو يا عالية. رحمة من احسن لاعبات مركز 4 في منتخب تونس، ولكن عالية يعني حائط الصد قدر ان هو يعمل حاجات كتير قوي. 16 نادي الشمس، 13 نادي قرطاج، 3 نقط، ربنا يستر. الواحد بيقلق جدا، كل ما نادي الشمس بيبقى فارق، الشوط اللي فات شفناه بيتقلب الكفة، نتمنى الشوط ده ينتهي بنفس الفارق ونحافظ على الثلاث نقط، مهمين جدا. نورهان عبد لطيف وعالية وسارة الأمين، دعاء ارسال دعاء، رحمة بتستقبل، الكرة بتترفع وبتتحط كده، مفيش طبعا بديل، الشوط الجامد مش هيمشي مع لاعبتنا، فابتدت تسنس كده بكرة في ايديها وداخل الملعب. 14-16، سيرينا على الارسال، ارسال قوي، استقبال من نهال، رافعه، وسارة بتشوط شوطه قويه، والديفنس بيجيب الكوره، ورحمه بتحط كوره ثانيه، ورافعه جميله من عاليه، الليبرو بتجيبها، والمعده بترفع، ورحمه بتعدي كوره سهله، الكوره بتترفع من ساره وبتتحط بريست الايد، ولكن خلود خلاص عرفت ان الكره بتتحط من فوق امينه، سيرينا جابت كره ايه واضحه وتترفع من 6، ورحمه بتحط كره قويه من مركز 6 في مركز 1، جايه سهله، خلود راحت طالعه حطها كده من الخط الخلفي، المفروض تطلع ديفنس. 15 قرطاج 16 نادي الشمس، سيرينا على الارسال، ارسال خارج الملعب كويس، 17 الشمس 15 قرطاج، نورهان عبد لطيف ارسال جيد، استقبال من ليبرو، رفع، ورحمه بتشوط كوره في حائط الصد، بترجع تاني وابتدت تلعب على التاتش في ايد اللاعبات وخارج الملعب، اهي كرة واضحة، تاتش وبره، ملعب مقفول، 16 قرطاج 17 الشمس، ارسال رحمة، استقبال من نهال في وقت قاتل، شفنا طبعا الشوط اللي فات كورتين من بيري ومن كده ما كانوش موفقين، 17-17، ارسال جيد، كرة بتترفع وبتتشاط وبتطلع ديفنس بقوة، والمعدة
وخلود بتشوط كوره بتطلعها نهال وكوره قويه بتشوطها ساره ولكن رحمه وبتحط كوره في البليس وبتجيبها هانيا من اخر الملعب بترجع تاني والمحترفه داخله سريع وكره بتتشاط قويه جدا في ايد ساره وعاليه وخارج الملعب خلود اهي وتقدم 18 قرطاج 17 الشمس وتايم اوت بجرير المدير الفني لنادي الشمس الكابتن هيثم لازم يلحق الفرقه بدري علشان قرطاج ما يستمرش في الضغط احنا شايفين طبعا رحمه الجريبي جابت 3 كور ارسالات بتلعب كره لاما مش بنقطه مباشره ولكن بتبوظ الاستقبال عشان الكره ترجع سهله تاني وتقدر تعمل منها هجمه لازم استقبالنا يبقى احسن من كده رحمه اجريبي ارسال على الليبرو نهال بتستقبل كرة الكرة بتعلى وجاية كرة طبعا الاستقبال ورا خط التلت فمرفوعة كده ما تقدرش تعمل لها عالية حاجة دبل بلوك قوي من استيفاني وخلود كرة بتترفع وسارة بتشوط شوطة قوية جدا من جنب ايد امينة في مركز 6 بتغير الاتجاه برافو يا سارة 18 نادي الشمس 19 قرطاج عالية يلا يا عالية ارسالك المميز ارسال مميز فعلا جت الكرة ورفعة بتترفع وكرة بتتشاط من خلود بتجيبها بيري وبتتعدى كرة سهلة من سارة وكرة قوية في ايد حائط الصد من خلود بتحب الكور المشدودة دي خلود بره الملعب بصوا داخلة من بره الملعب في ايد حائط الصد وخارج الملعب عشرين 18 ستيفاني بقى بتستقبل وسارة بتشوط كرة قوية بتجيبها رحمة بترجع تاني وخلود بتحط كرة في ايد حائط الصد وبتعدل نتيجة الشمس بيقول الحكم ان هي ما جاتش في ايد حائط الصد خالص دي جت في نت الشبكة 19 الشمس 20 قرطاج ارسال قوي استقبال من رحمه رافعه وخلود بتطلع بتشوط نفس الكوره اللي هي مشدوده بره الملعب دي بترجع تاني سهله المعده بتستقبل كوره من ديفنس وكوره بتتشاط في ايد حائط الصد ابتدي كده يبقى في تركيز بتطلع من بره اهي بره الملعب خالص تحط الكوره في ايد حائط الصد وعلى الانتنة او العصا الهوائية بنقطة شايف في اعتراض وش حسبها عليها ولكن واحد وعشرين 19 أمينة على الإرسال إرسال قوي استقبال ورفعة وكرة بتتشاط في وقت يعني حرج جدا من دعاء 22 19 الكرة اللي قبليها طبعا شاطتها خلود في ايد حائط الصد
وعلى بره ما بقاش فيه خلاص، فهموا كويس ان الملعب متقفل سواء من بلوك او حائط صد، فابتدى اللعب كله على التاتش وخارج الملعب. طبعا النقط 22-19 محتاجه شويه تركيز في وقت حاسم جدا. علشان ثلاث نقط ممكن يتجابوا بسهولة جدا في وقت زي ده، مفيش فيهم مشكلة. تغييرة طبعا طلع سارة معوض. إرسال واستقبالة يعني سيئة جدا في وقت قاتل جدا. فرح رمزي نزلت مش عشان تلعب من نص الملعب في مركز ثلاثة، ولكن علشان خاطر تهاجم الكرة الجاية دي، يبقى فيه هجوم من 2 و4. وتاني استقبالة من سارة خارج الملعب. نقطة وتفصلنا عن الشوط الرابع. كرة طبعا ارسال بيطلع خارج الملعب. 24 قرطاج 20 نادي الشمس. فرح ارسالها جيد، برافو يا فرح. 21-24 في الرياضة لا تعرف المستحيل. ماتش الأنابيب كان بنفس النتيجة اللي قبل ده بالظبط على طول، وقدروا بافايا ان هم يغيروا النتيجة، كان 24-22. تايم اوت بجرين، مدير الفني الإيطالي لنادي قرطاج بيحاول يظبط استقباله علشان النقطة دي مهمة. شايف دعاء، دعاء طبعا ضيعت أكثر من نقطة في وقت كان حرج. وبيري كابتن الفرقة، يعني دي مش كابتن الفرقة ولكن بتحاول تقوم بدور كابتن الفرقة وتديها الثقة في نفسها، بالرغم ان هي برضو محتاجة ثقة، ولكن عندها من الجرأة ان هي والثبات. لاعبات في الوقت ده بيبقوا محتاجين ثبات اكتر. ارسال استقبال من رحمة، الكرة بتترفع، وكرة قوية جدا من سيرينا وحائط صد ناجح من دعاء ونورهان. اذا بيري استطاعت ان هي تخلي دعاء تركز وتاخد بلوك جيد في وقت حرج. برافو، ارسال قوي واستقبال، واستقبال ضعيف، وكرة بتنزل في نص الملعب. 23-24 قلنا مفيش مستحيل. رحمة المعترضة دائما بتستقبل كرة في وقت حرج جدا، مفيش قدامه الإيطالي غير وقت مستقطع علشان يوقف الزحف. إرسال نادي الشمس، فرح لازم تلعب إرسال في وقت حرج زي ده جيد، بس اتأمن ان هو يبقى في الملعب. وشايفين طبعا القلق على وجه الكابتن هيثم رشاد، طبعا عامل ماتش جيد جدا فرقة قرطاج بكامل نجومها العام الماضي وهو في
ثلاث لاعبات او خمس لاعبات بالاصابات مش موجودين في الفرقه. ارسال قوي، استقبال ضعيف، الكره بتيجي سهله وحائط صد وتفنس من عاليه، وهانيا بترفع كوره ودعاء بتحط كوره جيده بتطلع تاني خلود، وسيرينا بتحط كوره بتسقطها في نص الملعب، في نص الملعب بايديها كده ما عندهاش الجرأة ان هي تشوطها، بتنزل قدام عاليه في نقطه وتنهي الشوط الرابع ب 25-23، وبهذه النتيجه يصعد فريق قرطاج الى المربع ويلعب نادي الشمس من المركز الخامس الى المركز الثامن. هارد لك لفريق نادي الشمس، مباراه جيده جدا يعني، نتمنى لهم التوفيق في القادم ان شاء الله. مستمعينا شكرا والى اللقاء.